يعني هذا المذهب ان اذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك اللي نقول يتنفس مثلا زين او سمع صوت مثلا رفع راسه التفت كذي او واحد ناداه رفع راسه ترك الثدي بعدين رجع مره ثانيه ورضع من الثدي مثلا يكون هذه رضعتين تعتبر ايش كلما امسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مره ثانيه ومص الثدي رضع منه كل واحده رضعه فممكن تكون اذا خمس رضعات في ايش في جلسة واحدة ممكن تكون خمس رضعات في جلسة واحدة هذا على المذهب المذهب الثاني لا القول الثاني إن لا الرضعة مشبعة لابد أن تكون رضعة وجبة يعني تكون مشبعة يعني يرضع لين يترك شبعا حيث إنه لو أعطوه الثدي ما يبيه بس شبع وهذا أقرب إن المقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة لا مجرد مص الثدي والله أعلم نعم.